فحالة حول فوضى عارمة لا يصدق أحد، وإنما شعب راضي أن يكون مثابة الخرفان، ومشايخ لا يعرفون الأرض تدور يفتونه بطاعة ولي الأمر، والدولة المباركة التي نصر الله بها الحق على، مثل ما قال يقول ابن باز، وبس. وهذا هو، لا تشك قوة حقيقية ولا تشك قوة تصحية. في قلة من المفكرين من الراشد المبارك رحمة الله عليه أمضى عمره كله في النصح والتوجيه والأخير. هو اشتكى لي رحمه الله مرة، قال عندما طلعت موجة الضغط على السعودية في الثمانينات، كل من شاء فتح في لندن جريدة واشتغل سب في السعودية، فيسكتوه مليونين ثلاثة، مليون مليونين ثلاثة. ففي مجلس الأعلى الإعلام كان راشد رحمه الله عضو فيه، طبعا أنت توفي راشد فلسطين أقوله، فطلع نشأت جريدة فعرض، كان نائف ورئيس المجلس الأعلى الإعلام، وكذلك ما تقبل راشد بسنوات، ويقال أمريكا قتلته في جنيف، الله أعلم على كل. فعرض عليهم نائف هذا، فقال راشد أنصح برفع عدم مسلك هذا المسلك إطلاقا، هذا مسلك ما هو إلا مسلك ابتزازي ويصبح تقليد ويكسب القوم بهذه الطريقة بصفة دائمية، خلهم يقولون ما يقولون، إحنا خايفين من إيش؟ هذا راشد يعني يفترض، وقد يكون هذا من باب الإحراج. الراشد ليس بالأبلة، لكنه كان يحسن الظن إلى حد ما بالدولة ورجالاتها، ويعتقد كثير ما يقال وراء ويزعم ليس صحيحا بناء على احتكاكه الشخصي بهم، لأنهم كانوا يتعاملون معاملة في غاية الاحترام. كما ذكرت في اللجنة النووية، يكون إذا دخلنا مع راشد على سلطان يفز وراء المكتب ويأتي جري إلى الباب يستقبلنا، كان نحن الملوك وهو الخادم. الرجل يجيدون الدهاء وتقابل المشايخ باحتضان وتقبيل الرؤوس والأيادي، هذا فن يجيده آل سعود إجالة تامة. فقد يكون راشد، وراشد مهما يكون برضو من الجيل القديم فيه الطيبة، وأنا ذكرت لكم الوالد الملك حسين، هذا بطل عربي، اسمع إلى خطبه الفصيحة التي ليس فيها لحن، وكيف يقود طيارته كما يقود العرب الفارس العربي سيارته فرسه في الأزمنة القديمة. هذه عقلية مشايخنا والجيل القديم، يحسن الظن بهؤلاء مثل ما كان واحد حسن اللغة ولا يلحن وكذا ويجيد الكلام، يسول من خداعهم به، يميل إلى طيبة القلب. هذه عبر تراكمات العصور، لأنه لقن عبر أجيال طويلة ولي الأمر لا هو أعرف بالمصلحة، وحتى لو عين ولده إنما رأى مصلحة بلاد والعباد، وهذا كله كذب ليس صحيحا، ليس صحيحا. اقرأ تاريخ بني أمية وبني العباس حتى ترون أنه ليس بعضهم من رقت عنهم قصص يشيب لها الرأس، موجودة في تاريخ الخلفاء للسيوطي وغيره، ليس كتابة المسعري ولا حاكم المطيري هؤلاء العصرانيين، لا ارجع القدامى. حتى خلفاء بن العباس مثلا بعد أن قاموا عليه وخلعوا من الحكم وحكموا ووضعوا أبناء عمومته أو أبناء أخيه أو أبناء عمه خليفة بدلا منه، فاستجوبوا قالوا يعني أنت أخبأت أموال طائلة إلى آخره إلى كذا كذا، برزها خلاص، وتفاوض معه، فقال نعم خبأتها في الحديقة الفلانية. فذهبوا يحفرون في الحديقة، اسماني متذكر فين، فحفروا الحديقة بالكامل لم يجد، قال وحك ما وجدنا شيء، قال لما أردت أن أتلف عليك الحديقة. هذا آدم، هذا مجرم، هذا حيوان، كان خليفة، لكن لقنا أنه الخليفة يرعى المصالح ويجب الثقة به وإلى آخره ومن هذا الكلام، وتراكم هذا عبر العصور وأصبح سنة ثابتة نحتاج اقتلاعها من النفوس، عمل وجهد كبير وسيتم اقتلاعه. وهذه كل ما أحدثه الله على أيدي هؤلاء الحكام من الفظائع والجرائم وسفك الدماء إنما هو لإيقاظ الأمة، فإما أن تستيقظ أو تنقرض مثل بلاد الشام، إذا لم يستيقظ أهل الشام فسينقرضون، سينتهوا إلى الموت الزؤام والدمار، بينما ماشي داعش والنظام، لكن على العموم فلا هفز يستيقظ، يدركون لا هؤلاء ولا هؤلاء، وليس هذا الدين الذي أنزل على محمد، لا بد من الرجوع إلى ما أنزل على محمد، وليس ما يقول محمد المسعري ولا ما يقوله ابن تيمية ولا ابن القيم ولا ابن عبد الوهاب وغيره من الغلاة المارقين، ولا حتى مالك ولا أحمد، بل ما جاء عن محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا موجود بحمد الله، ممكن الرجوع إليه، وبدأ المفكرين والمنظرين يرجعون إليه ويستخرجون كنوزهم. عصر التنزيل لابد من الرجوع إليه، وضرب العارض الحائط بكل هذه، وترك تعظيم هذا التاريخ، يجب، كتب أحد المرة يجب نسل، لن نستطيع أن نتقدم حتى ننزع القداسة على التاريخ. ما في التاريخ قداسة، تاريخ بشر مليء بالصعود والهبوط والأغلاط والجنايات والعدوان، القداسة فقط لفترة معينة ولشخص معين هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه معصوم، ولفترة معينة، حتى فترة المعصوم وقعت بالصحابة هفوات وأغلاط وذكرها القرآن ووبخهم عليها، وبخهم على بدر وبخهم على أحد، وهم خيرة الأمة الذين كانوا في بدر، ومع ذلك وبخهم، فما لكم بعدهم. فليس التاريخ قداسة، القداسة فقط لله ورسوله،
يعني هذه هي التي فيها الطهارة بالنسبة لرسول العصمة، بالنسبة لله سبحانه وتعالى القداسة الذاتية بموجب الصفات الإلهية فقط. وعصر هذه انتهت بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هذا كان في حجة الوداع، توفي بعد الرسول بعدة أشهر أو على التقدير البعيد عندما توفي عليه الصلاة والسلام. ليس بعد ذلك دين، ما لم يكن دينا ذلك لا يمكن أن يكون بعد ذلك دين أصلا البتة، حتى شروط العمرية حتى لو صحت، وإن عمر زلت كزل شنعاء على حاشا وجب أن يضرب بها عرض الحائط، ليس دينا، الدين انتهى هناك اكتمل. الدين هذا الذي نتعبد الله به هو الذي جاءنا تاما كاملا في القرآن وفي السنة الصحيحة المتواترة والسنة الصحيحة. ومن هذه مثلا ما حصل مع أنصار الجيران عندما كتب لهم لهم دينهم وكنائسهم وصلبانهم صحيحة وسقيمة. إيش معنى سقيمها؟ ذكرت مرة في كلمة سابقة إيش معنى سقيمها، إن لهم الأمان. إيش معنى سقيمة؟ يعني حتى الكنيسة المتهدمة لها الأمان، ما معنى لها الأمان؟ يعني يقدروا يعيدوا بنائها. ثم نجد جمهور الفقهاء يقولوا لا 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 يسمح لهم بإعادة بناء الكنائس. ليش يا حبيبي؟ ما معنى قولنا لهم الأمان على صلبانهم وصحيحة وسقيمة؟ إيش سقيمها يعني؟ إيش معنى الأمان للكنيسة السقيمة المتهدمة التي تحتاج إلى إصلاح؟ الأمان إنك أنك تصلحها. أما إذا تركت تتهدم هذا ليس أمانا، معناها الهدم ليس كنيستهم السقيمة. يعني تضحكوا علينا، نضحك على أنفسنا. هذا الذي قبض عليه محمد عليه الصلاة والسلام، هذا كنا نؤمن بالله واليوم الآخر. أما إذا كنا نؤمن بالله واليوم الآخر ما في داعي، عندنا مذاهب الحمد لله في الغرب أحسن من مذاهبكم، أحسن من داعش، والله أمريكا أحسن من داعش. والحق يقال، فلماذا نلوم هؤلاء الذين انضموا إلى أمريكا؟ نحن نلوم على أساس أنهم انضموا على كافة حرب ضد المسلمين، وهذا تولي الكفار، وهذا ردة صريحة. لهذا نلوم، لأن محمد رسول الله فقط، ما نلوم لأمر مصلحة دنيوية. فالمصلحة الدنيوية أمريكا أرحم بهم وأحسن حالا منها، من أمريكا تريد فقط أنهم يرضوا يخضعون خضوعا أكثر من خضوع الشعب الأمريكي شيئا ما. وحتى هذا الخضوع محتمل أحسن من خضوع المسلمين العرب لحكامهم. هذا المشاهد في المناطق التي تفهم فيها أمريكا ما تمارسه ضد الشعب من إخضاع أقل شراسة وعنفا وبطشا من حكامهم السابقين. ملاحظ، شوفوا بأنفسكم، شوفوا بأنفسكم في العراق وفي غيره وفي أفغانستان. فلابد أن نستفيق لهذه الإشكالية كبرى، لابد.